أكدت إثيوبيا اليوم أن أعمال تشييد السد تجري على قدم وساق كما خطط لها سابقا. وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي قال على هامش زيارة لموقع بناء السد إن بناء سد النهضة يتم كما هو مخطط له. تأتي تصريحات الوزير الإثيوبي غدا تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس من استمرار ما أسماه بالإجراءات الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني. الوزير السوداني قال إن استمرار ملء السد دون توقيع اتفاق ثلاثي أو تبادل معلومات بشأنه سيلحق أضراراً بسلامة تشغيل سد الروسيرس السوداني. من الجانب المصري بحث عبد الفتاح السيسي مع نظيره من الكونغو فليكس شيكيتيدي في القاهرة بحث تطورات ملف سد النهضة، ودعا الرئيس الكونغو إلى تفادي التصعيد معربا عن تطلعه للوصول إلى حل للدول الثلاث لاستمرار التعايش السلمي. الاتحاد الإفريقي يرعى المفاوضات الراهنة بشأن قواعد تشييد وملء سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان. أرحب بضيوفي لمناقشة هذا الملف الكاتب والمحلل السياسي من أديس أبابا موسى شيخو، ومن إسطنبول مدير الأبحاث في المركز الإفريقي للبحوث ودراسات السياسات محمد صالح إبراهيم. أستاذ موسى، بداية، إلى أي مدى تنظرون في إثيوبيا إلى أهمية وجدوى استمرار هذه المفاوضات حول سد النهضة دون أن يتضح حتى الآن أي نتائج إيجابية؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك. في البداية، إثيوبيا حريصة على أن تستمر المفاوضات، وكذلك المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وجادة من جانب دول المصب، والمفاوضات تقدم بها الجانب المصري والسوداني في البداية، وإثيوبيا حريصة على أن تصل إلى اتفاق يراعي مصالح الجميع بما فيها مصر والسودان ودول حوض النيل. ونهج إثيوبيا كما في البداية إلى يومنا هذا، يعني منذ 10 أعوام مضت، جهودها ونهجها واضح في أن يكون توزيع مياه النيل عادلا. يعني ولهذا السبب لم تصغي إلى نداءات السودان للتوافق حول آلية ملء السد، ولم تصغي لمصر. هذه التصريحات السودانية الأخيرة واللهجة غير المسبوقة، ألا تعكس أن إثيوبيا لا تستمع إلى جارتها؟ في البداية، أن إثيوبيا منذ اليوم الأول لم تبني سد النهضة بسر وبخفاء، عملت دراسات، التزمت بالقوانين الدولية ومعايير السلامة. فهذه الأوراق، الدراسات، دارت على عواصم المدن الثلاث، يعني إثيوبيا والسودان ومصر. فهؤلاء اطلعوا عليها وعارفين منذ البداية أن بناء السد جار وأنه لا يلحق الضرر. والجميع يعرف أن السودان تقدم بملاحظات، فتم الاستجابة للملاحظات وتعديل ما كان يجب أن يعدل. وفي السنة الماضية من هذا الوقت السودان كان يشيد بسد النهضة ويعدد فوائده التي تعود عليه عندما يتم البناء، عندما يتم الانتهاء من السد. طيب، ابقى معي استاذ موسى، ساعود لك. استاذ محمد في اسطنبول، الى اي مدى يعبر الموقف السوداني عن مخاوف حقيقيه فعلا على سدودها، مثل سد روسيرس الذي قال النظام السوداني بان عدم تبادل المعلومات مع اثيوبيا حول قواعد ملء السد قد يدر بذلك السد؟ الى اي مدى فعلا الموقف السوداني يعبر عن مخاوف حقيقيه من استمرار إثيوبيا في بناء أو على الأقل عدم التشاور حول ملء سد النهضة؟ هناك وجهات. أولا أحييك وأحيي ضيفك في أديس أبابا ومشاهدي قناة الحوار. في السودان أكثر من مجموعة آراء حول يعني أضرار سد النهضة وفوائده
على السودان يعني ومصر. بالنسبة للسودان هناك من يرى أن سد النهضة أقيم على أرض غير ثابتة وقد يسبب أضرار كبيرة على السودان، خاصة المناطق التي يعني تحاذي النيل. حقيقة الموقف السوداني أنا أعتقد يعني أنا لاحظت وتابعت يعني التقديرات عند السودانيين في نظام البشير تختلف عنه الآن في الوضع الراهن، بدليل أن كثير من القضايا الآن أثيرت في هذه الفترة لم تكن مثارة بهذا الحد وبهذه يعني بهذه اللهجة يعني ويعني ألا يشير ذلك بأن السودان الآن يستخدم ملف سد النهضة كأوراق ضغط على إثيوبيا في مسائل أخرى مثل ترسيم الحدود؟ لماذا استفاقت السودان على قضية الحدود مع إثيوبيا الآن؟ هو يعني قد يكون هذا أحد الأسباب، ما في ذلك شك، قد يكون هو أحد هذه الأسباب، لأن السودان كان مستفيدا حقيقة من يعني أحد المستفيدين في الكهرباء الرخيصة بحكم أن السد قريب جدا من الحدود السودانية. ولكن ربما مسألة الحدود الآن وترت الأوضاع كثيرا بين البلدين، ويحاول السودان الآن استخدام هذه الورقة كورقة ضغط على إثيوبيا للوصول معها إلى تسوية نهائية بما يخص الحدود التي ظلت عالقة حقيقة منذ يعني الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. أستاذ موسى، في إثيوبيا كيف تنظرون للموقف السوداني المتفاعل والمتطور؟ البعض يقول بأن السودان إنما تعبر عن موقف مصر، وهذه اللعبة طرف يشد الحبل وطرف يرخيه هي جزء من ضغط ثنائي بين مصر والسودان على إثيوبيا. نعم، لا شك في ذلك. السودان منذ أن حدث التغيير في البلد وبعض المكونات خاصة في الجهة العسكرية تتجه باتجاه دق طبول الحرب بأمر من الطرف الثالث، والطرف الثالث هذا معروف كما سميته أنت. ومن عجائب الدنيا السبع أن وفد التفاوض لم يتغير، وأن وزير الري السوداني هو نفس الوزير الذي كان يقول أن المفاوضات في سد النهضة وصلت إلى 95% ولم يبق منها إلا 5 معنية بالأمور القانونية وكذلك إرادة السياسيين. فنفس هذا الوزير رجع ليصرح بأن سد النهضة سيهدد حياة، ولكن في المقابل أيضا أنتم في إثيوبيا تصريحات وزير الري الإثيوبي في زيارة لسد النهضة تبدو مستفزة بعض الشيء، عندما يقول بأن إجراءات ملء السد تجري على قدم وساق وفق ما خطط لها دون التفات للمفاوضات. كيف تكون مستفزة يا أخي؟ الإثيوبيون يبنون السد ليس من تمويل جهات خارجية وليس من تمويل دولي، وإنما من جيوب المواطنين الإثيوبيين الفقراء الذين ينتظرون بلهفة تحقق هذا المشروع ليستفيدوا منه. فهو يريد يخاطب، لا يخاطب الدول العربية ولا يخاطب الدول المصب، وإنما يخاطب المواطنين الإثيوبيين. أموالكم التي استثمرتموها في سد النهضة هي تؤتي أكلها، وأن السد وصل إلى هذا، ومن جهة فهو يريد أن يطلع جميع الأطراف التي يعنيها أمر سد النهضة بأن إثيوبيا لا تتحرك بخفاء وبسرية وبأحادية الجانب كما يصفونها. طيب ماذا فعلت إثيوبيا مع الاتحاد الأفريقي؟ ليست مستفزة على الإطلاق. طيب أبدا، دور الاتحاد الأفريقي في حل هذه الأزمة إلى أي مدى يمكن أن يكون فاعلاً، وخاصة أنه الآن هناك يعني حديث على إمكانية أن تفوض مصر الاتحاد الأفريقي لحل هذه الأزمة؟ الاتحاد الأفريقي هو يواصل واجباته ويفعل ما عليه،
والإثيوبيون قالوا السودان لما انسحب من المفاوضات بحجة أن ليست لديه معلومات عن إجراءات السد وعن مرحلة التعبئة، الإثيوبيون صرحوا بأن إثيوبيا جاهزة ومستعدة لتقديم جميع المعلومات. فأخيرا في مفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي ظهر ما هناك ما يشبه التواطؤ بين بعض الجهات السودانية وبين مصر على إفشال المفاوضات وتأخيره حتى يتم تحويل هذا الموضوع إلى مجلس الأمن مرة أخرى. فهذه اللعبة لم تنطلي على أحد والإثيوبيون يقظون. فلذلك في إثيوبيا لا يعني من حضر ومن أفشل ومن رفض، فإثيوبيا يعنيها أن تستمر في بناء سدها وأن تكمل وأن يعني أيضا تنفذ المرحلة الثانية من التعبئة بموجب الاتفاق المبدئي التي وقعت عليها مصر والسودان كذلك في الخرطوم عام 2015. شكرا لك موسى الشيخ الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي. أستاذ محمد صالح إبراهيم، ختاما كيف يمكن أن تتطور هذه الأزمة وإلى أي مدى يلعب السيسي دورا في إدارتها؟ دعني أعلق على ما أفاد به ضيفك من أديس أبابا أخي الفاضل، وهو أن الاستفزاز الإثيوبي يكمن في أنه يصر على أن يكمل كل المراحل دون الوصول إلى اتفاق مع الدول المعنية بالأمر. هذا أمر مستفز، وآخره كان تصريحه في العاشر من الشهر الماضي بأننا سنكمل كل المراحل، المرحلة القادمة أيضا سيملؤون ما يعني ما حجمه 13 مليون متر مكعب من الماء خلف السد دون حتى من غير الوصول. هذا مستفز للسودان ومستفز لمصر لا شك في ذلك. أما بالنسبة للاتحاد الإفريقي، حتى الآن الاتحاد الإفريقي لم يفلح في إيصال الأطراف المعنية بالتفاوض حول السد بإيصالهم إلى نقطة اتفاق، وهي يعني هناك ثلاث قضايا الآن تقف حجر عثرها، وهي فترة ملء السد وتشغيل السد و التعامل مع المخزون المائي أو تخزين الماء خلف السد في فترة الجفاف. ولكن السيسي تحديدا، وهذا السؤال الأخير، إلى أي مدى يلعب النظام المصري دور في إفشال هذه المفاوضات؟ لا، ليس إفشال في المفاوضات. السيسي أنا أعتقد أن الإدارة المصرية تحت إدارة السيسي في هذه الفترة أعتقد أنها وصلت، في تقديري أنها وصلت إلى قناعة أنه يجب البحث عن سبل أخرى غير التفاوض. هم حقيقة يئسوا كل التصريحات في الفترة الفاتت، بدأ كل المراحل التفاوض، مصر وصلت إلى قناعة أنه ليس هناك أمل في الوصول مع إثيوبيا إلى نقطة اتفاق. ولذلك أنا أعتقد أن مصر الآن بدأت تبحث عن حلول أخرى، وقد لا أستبعد أن تلجأ إلى الحلول العسكرية كما ورد في كثير من التحليلات ومن التصريحات كذلك. شكرا جزيلا لك محمد صالح إبراهيم، مدير الأبحاث في المركز الإفريقي للبحوث ودراسات السياسات.